وانا معيطه جامد. هو الولد ليه فعلا في السكه دي ولا ده في الرؤيه بس؟ لا هل هو ليه في السكه دي ولا الرؤيه بس فقط؟ لا لا زي الفل، زي الفل. طيب لا زي الفل قوي قوي، ولا الجر ولا الكلام ده ولا ده. طب بصي هسألك سؤال تاني بقى، الرؤية الثالثة برضه هو. طب اسأل عشان اعرف. ثانية واحدة يا استاذة مليكة بس، اتفضلي. استاذة صوفيا عايز اسألك على حاجة دلوقتي. الولد مطلق مرتين مش كده؟ لا مرة واحدة بس. مرة واحدة النقطة. طيب طلاق ودي. ودي يعني انفصلوا خالص يعني خلاص صح؟ ودي وبنشوف البنت والعلاقة ماشي بيننا وبين البنت 100 100. في امل للعودة للبت دي ولا لا صرف نظر تماما؟ لا خلاص مفيش. يبقى في واحدة عودة جديدة دخلت حياته؟ اه. بس استخيري بقى عشان البت دي. اقول له الرؤية الثالثة بتاعته؟ طيب يا ريت تقوليها بس بسرعة. حاضر. اتفضلي. إيه تعبان واقف على الشيش من بره. انا بص يا نوران، اولا طبعا اللي العنصر اللي جاي جديد علينا هو اللي بيكون فيه مشاكل. يعني هي بتقول ابني بياخد مخدرات وهو زي الفل. مخدرات دي يعني ايه؟ يعني شيء يغطي الذهن والرأس، يصبح البني ادم مش مستوعب. يعني حاجه معموله مثلا تكون سحر الكلام، عندها سحر الكلام، الضيع الودان او الدوي على الودان امر من السحر. فالبني ادمه دي الجديده بقول لها استخيري الله، يمكن احنا ظالمينها، يمكن امها اللي كده، يمكن حد من طرفه صاحبه كده. فالاستخاره لا تضر بل هتنفعك جدا جدا جدا. لو فيها خير البت دي هتكمل معاكوا، لو فيها شر هيصرفها عنك. فالعاية ده معناه ان هو خدت كل احساسه وتفكيره في حته ثانيه خالص. طيب احنا معانا تليفون تاني. الو، معانا استاذه هيام. الو. الو. ايوه اتفضلي. لو سمحتي عايزه الدكتوره صوفيا معاكي على الهواء. اهلا بيكي. اهلا وسهلا. اهلا بيكي حبيبتي. اتفضلي. طب عايزه احكي بس للدكتوره صوفيا حلم. سامعاكي اتفضلي حضرتك. اتفضلي احنا سامعينك. انا 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 كنت حلمت ان انا راح اشتري بيت. تمام. وبعد كده المكان دوت ما اعرفهوش، يعني كده في مكان كده ريفي. فبقول لواحده ست انا عايزه بيت، ست كبيره. بيت طلعت ثلاث سلالم خشب عشان تجيب لي البيت، بس انا ما شفتهوش. انت عندك، انت يعني عندك احفاد وكده صح؟ عندي عندي احفاد وعندي بنت متجوزه لسه ما خلفتش. ان شاء الله هتخلف. بصي باذن الله تعالى ثلاث سلمات دول، هي بقى لها ثلاث سنين متجوزه؟ بقى لها سنه. سنه؟ طيب هو عامة العتبات دول كل عتبه بتسمى مرقه، المرقه اللي هي سنه. فيعني يعني فاتت سنه، يعني مش عايزين نقول سنتين، يعني ان شاء الله اقل من كده. ان شاء الله. وتحصلي على البيض، البيض اللي هم الاطفال يعني والذريه والرزق يعني. اه. فان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمها باذن الله. ان شاء الله.